في بلاي نحكي عن نادي صفاقسي وشكل جديد تفاعل على السطح خلال الايام الماضيه متعلق بالمهاجم الدولي المصري السابق عمرو جمال ووضعيته مع الفريق. باش نفهموا اكثر شنو هو الموضوع، خاطر اللاعب يقول عقده فيه مع السي اس اس، ما عنده حتى التزام مع نادي صفاقسي، في حين السي اس اس ملتزم بحقه، متشبث بحقه في اللاعب ويؤكد انه مازال على ذمته. باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط، معنا بالتليفون مراسلنا في صفاقس فاضل بوجناح. فاضل اهلا بيك. مرحبا بيك اسلام، مرحبا بكافه المستمعين. باهي شنو الحكايه فاضل؟ تقريبا نسمع في تصريحات وسائل الاعلام المصريه من مسؤولين والا حتى من اللاعب عمرو جمال ياكد انه حر من كل ارتباط مع السي اس اس، في حين يبدو انه السي اس اس عنده وجهه نظر ثانيه. فهمنا شنو هو الموضوع بالضبط. بون اسلام، التصريحات حاجه والوقائع حاجه، سمعنا الناس الكل، السيد مرعي وكيل اعمال اللاعب هذا اللاعب عمرو جمال اللي خرج مع النجم السابق نتاع الكرة المصرية في أحد البرامج في مصر وقال إنه النادي الرياضي الصافي ما عنده حتى شيء مع اللاعب هذا، مع المهاجم هذا عمرو جمال، وإنه النادي الصافي معناها ما بيناتهم حتى ورقة وما بينهم حتى شيء، معناها دونك لهنا المهاجم حر باش يمشي باش امضى العقد جديد مع فريق فاركو المصري هذا صعد من الدرجة الثانية. لكن الوقائع عكس الشيء هذا تماما اسلام. الاتصالات مع اللاعب هذا كانت سنة في صيف نتاع 2019 كانت تحول اللاعب عمرو جمال لصفاقس وبدأ التحذيرات مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي بموجب عقد إعارة مع أحقية الشراء من فريق الأهلي المصري. لهنا دخل عامل جديد وقتها اللي هو عامل الجيش. نعرفوا انه في مصر الناس كل معناها عندها الواجب متاع القيام بالخدمة العسكرية في مصر، عمرو جمال ما قامش بها الخدمة هذيك، دونك في عامته كان مجبر باش يقوم بها، ما كانش يصير له حكم غيابي في المحاكم العسكرية ويدخل السجن اول ما يرجع الاراضي المصرية. دونك دخل في حالة هستيرية لهنا في صفاقس، وكان طالب مسؤولي نادي صفاقسي معناها انهم يمكنوه من سراح باش يتحول لمصر يعدي الخدمة العسكرية. الخدمة العسكرية هذه توصل حتى سنتين واكثر. دونك على الاول النادي الرياضي الصفاقسي راسل معناها المؤسسه العسكريه في مصر، معناها الرفض كان تام. نعرفوا انه في مصر معناها العسكر ما يلعبش في الامور هذه، دونك كان الرفض كلي من معناها من المؤسسه العسكريه في مصر انه يقع السماح لعمرو جمال باش معناها باش يلعب في تونس. دونك الحل الوحيد كان انه يرجع اللاعب هذايا لمصر، لكن في عوض اداء الخدمه العسكريه ينشط مع احد الفرق العسكريه في مصر. نعرف اللي هو نادي طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش اللي هو معناها تحت لواء المؤسسه العسكريه في مصر. لكن شنو صار باش يحفظ النادي الرياضي الصافي في حقه؟ العقد الاعاره وقع تاجيله من فريق الاهلي المصري، اي بعد اداء اللاعب هذا للخدمه العسكريه نتاعو اللي هي تتمثل في النشاط مع احد الفرق التابعه للمؤسسه العسكريه في مصر، يرجع للسياسات، يرجع مباشرة للنادي الرياضي الصفاقسي. دونك وقع تأجيل عقد الإعارة مع أحقية الشراء للنادي الرياضي الصفاقسي. وقتاش يبدأ العقد الجديد؟ يبدأ العقد الجديد نهار معناها بانتهاء الالتزامات الأندية في مصر. معناها إذا كان انتهت في جويلي 2021 يجي في جويلي 2021، إذا كان أوت يجي في أوت، إذا كان سبتمبر يجي سبتمبر 2021. دونك انتهاء الموسم الرياضي في مصر 2020-2021. دونك بانتهاء الموسم هذا يصبح اللاعب هذا معناها صفة رسمية على ذمة فريق النادي الرياضي الصافي موجب تأخير اللي حصل في عقد الإعارة مع فريق الأهلي المصري. والعقد هذا ممضى والإدارة متاع النادي الرياضي الصافي عندها نسخة من العقد هذا. في صورة إخلال اللاعب، العقد هذا ينص أنه في صورة إخلال اللاعب بالالتزامات وبالعقد هذا فإنه مجبر على دفع 300,000 دولار لفريق النادي الرياضي الصافي. دونك كما قلت لك إسلام، فإنه النادي الرياضي الصافي حاليا شنو يلزمه يعمل؟ دونك يلزمه اذا كان اللاعبي هذا ما رجعش للنادي الرياضي الصافي وما خذاش الموافقه من النادي الرياضي الصافي ولا ما دفعش القيمه الجزائيه نتاع كسر العقد بينه وبين النادي الرياضي الصافي، فانه نادي الصافي يكون وقتها مجبر على مراسله الفيفا، يبعث نسخه من العقد هذا اللي بحوزه اداره الفريق ويشتكي اللاعب ويضمن بالتالي كما قلت لك 300,000 دولار. والا اللاعب يلزمه يجي ويبدا التحضيرات نتاعه مع فريق النادي الرياضي الصافي. دونك اللاعب كما قلت لك المساله هذه محسوم فيها، وكنا اتصلنا حتى بالكاتب العام السابق اللي كان اشرف على العمليه هذه الاستاذ سامي بوصرفار، وكان اكد لنا نفس المعطيات انه اللاعب هذا ما عنده حتى وجهه بخلاف النادي الصافي. نعم انا
حبيت انت كما قلت اتصلت بالاستاذ سامي بوسار ساري، هو اللي كتب الكاتب العام اللي كان اشرف على امضاء العقد، حبيته هو يكون موجود معنا. بون فرض التدخل عنده اسباب خاصه بهو، لكن حبيت نوجه السؤال هذا. هنا طلعت شويه على الملف حتى شنو التصريحات اللي اتقالت. يتقال انه لاعب العقد الاعاره نتاعو عقده مع الاهلي اللي هو اعاره للسي اس اس، وفي ما عنده حتى التزام مع الاهلي، دونك لهنا تولي ما عادش عنده حتى معنى العقد اللي امضاه مع السي اس اس والاعاره من الاهلي للسي اس اس، وهو كونتراتو وافي ديجا مع الاهلي. شنو رايك فاضل هذا؟ ولو انه حبيت نوجه الاستاذ سامي بوسانسار. كنا استفسرنا على الحكايه هذه، العقد الاعاره هذا وقع تعليقه، معناها تعليقه ثم فورس ماجور اللي هي الخدمة العسكرية. الخدمة العسكرية هذه اوبليجي انه اللاعب هذه مجبر انه يكون متواجد تحت ذمة المؤسسة العسكرية في مصر. دونك وقع تأخير عقد الاعارة لغاية 1 جويلية 2021. دونك ابارتير من 1 جويلية 2021 فانها تنطلق التجربة بين عمرو جمال والنادي الرياضي الساقسي. دونك كما قلت لك لان الفورس ماجور هي اللي حكمت في عقد الاعارة وقع تأخيره. ان نعطيك انا حاجة اخرى، اذا كان اللاعب كان في مصر وما انتقل لحتى فريق وقع بمعناها وعيطت المؤسسة العسكرية القيام بالواجب الوطني في مصر، دونك شنو باش يكون مصير العقد نتاعو؟ بالطبيعة باش يصير تمديد في العقد نتاعو ويكمل الخدمة العسكرية يرجع للفريق نتاعو. وهذا هو تقريب نفس الشيء، لأنه الأهلي المصري معناه ملتزم بالإعارة مع أحقية الشراء، والملاعب كذلك كان أمضى على نفس العقد. كما قلت لك دونك اسلام قضيه هذه معناها ثم مغالطات سايره في الشارع الرياضي في مصر، خاصه عن طريق وكيل اعمال لاعب هذا السيد مرعي، والملاعب هذا النادي الرياضي الساقسي شنو يلزمه يعمل تو؟ يلزمه يبعث تذكره نتاع طائره حال انتهاء الالتزامات نتاع الانديه في مصر، خاصه فريق طلاء الجيش، يبعث له معناها التذكره نتاع الطياره، وهذا على خاطر باش يكون دليل اذا كان رفض معناها القدوم لتونس، باش يكون دليل ضد هو حتى في معناها في المحكمه في الفيفا، اللي النادي الساقسي كان عبر معناها عن النيه نتاعو لاستخدام اللاعب لكن اللاعب رفض، وبعد تالي استظهر فريق النادي الرياضي الساقسي بنسخه من العقد هذا. وكما قلت لك هذه حسب معناها اللي سالنا وحسب اللي نعرفه انه قضيه محسوم فيها للنادي الرياضي الساقسي. اسلام خذا فلوس فاضل من السياسه وقت اللي جاء مع صدقا اسلام ما عنديش فكره، لكن معناها تقريب هو منشطش مع النادي الرياضي الساقسي، بدا في التحذيرات معناها اذا نتصور كي امضى العقد نتصور اخذ فلوس ولا ما ياخذش الملاعب لما اسلام المعلومه هذه ما عندناش، لكن اللي نعرفوه انه كان ثم عقد اعاره ممضى من الاهلي المصري وكيف كيف وبعد وقع تاجيل معناها زاد وثائق رسميه وقع تاجيل عقد الاعاره هذا. المعطيات معناها نتاع الفلوس خذا ولا ما خذاش ما عنديش عليها فكره صدقا. واضح باين ان شاء الله في مناسبات قادمه نبحثوا في الموضوع ونعرفوا اسكو خذا ولا لا. على كل شنو هي اخر اخبار الفريق فاضل؟ شنو جديد في السياسات خلينا نستغل وجودك معنا؟ نهار السبت او لامس اسلام رجع النادي الرياضي الساقسي معناها الفريق الاول معناها للتمارين. الحصه هذه كانت الحصه الاولى اللي اشرف عليها المدرب الايطالي الجديد جوفاني سوليناس. الحصه هذه كانت شهدت عوده بعض الملاعبيه وكذلك غياب البعض الاخر من الملاعبيه. نعرفوا انه معناها ملاعبين النادي الساقسي كانوا رفضوا في موعد سابق الالتحاق بالفريق، وقع معناها تغيير معناها الموعد نتاع العوده اليوم 31 جويلية اللي هو يوم السبت. وكيف كيف ثم بعض الملاعبيه رفضوا، معناها النجم نقول لك فراس شواط، محمد علي طرابلسي، وليد القروي، غايت معروفي، محمد بن علي، ثم اضافه لاسماء وزوز اسماء اخرين رفضوا معناها التمارين مع الفريق وكانوا معناها متشبثين بالمطالب نتاعهم اللي هي خلاص مستحقاتهم الماليه. وفي المقابل ثم البعض الاخر من الملاعبيه اللي بدا في النشاط مع المدرب الايطالي كما قلت لك اللي كانت اول حصه ليه يوم السبت، باش يواصل نادي الساقسي التحضيرات نتاعو اسلام بعد غدوه. عنده مباراه وديه في الساقس ضد فريق مستقبل الرجيش، المباراه هذه تقريبا باش يشاركوا فيها اغلب الملاعبيه اللي كانوا تحولوا لتربص عين دراهم، بما انه الملاعبيه معناها نتاع سينيور مازالوا كيرجعوا تقريبا ولامس وما رجعوش الكل. بعد المباراه هذه باش تواصل التحضيرات كذلك في الساقس يوم الاثنين الجاي، على الارجح باش يكون ثم تربص اعدادي في جزيره جربه، باش تحاول نادي الساقسي معناها كامل الوفد نتاع الفريق باش يقوم بتربص طيله 10 ايام في جربه اسلام. ومعناها ثم اتصالات حاليا مع بعض الفرق معناها باش يبرمج بعض المباريات الوديه خلال التربص هذاك اسلام. الملاعبين ما رجعوش لونترينمون ومش راسي معاهم، اسكو ثم قاعدين يحكيوا معاهم؟ وين ماشي الموضوع؟
حاليا اسلام بالنسبه للهيئه المديره النادي الرياضي الساقسي كانت عبرت عن طريق نائب الرئيس شكري شيخ روحو على استعدادها لدفع بعض مستحقات الملاعبيه معناها في القريب العاجل، لكن توا ما على الملاعبيه الا الالتحاق بالتمارين في انتظار دفع معناها توفير بعض الاموال لدفع بعض المستحقات المتخلده لدى الهيئه اسلام. ثم انتدابات الانتدابات ثم بعض الاسماء اسلام نعرفوا الناس كل انه ثم ملاعب غاني وصل لي ذاك منسال السقس هذايا باش يقوم معناها بال باش يقوم ببعض الحصص التدريبيه مع الفريق وينجم حتى يلعب مباراه وديه نتاع الجيش في انتظار معناها بعض الاسماء الاخرى. المدرب الايطالي هو توا صاحب القرار في الحكايه هذه، الهيئه المديره وخاصه المدير الرياضي غازي الغرايري كان عطاه بعض الاسماء وكان طلب منه ايضا بعض الاسماء، كان عنده معناها عندوش فكره على بعض الملاعبيه المدرب الايطالي هذا ينجم يفيدوا النادي الرياضي الساقسي، وثم بعض الاسماء كسوا من ناحيه الهيئه المديره وحتى من ناحيه المدرب الايطالي، ثم اسم معناه عنده جنسيه عربيه ينشط في احد البطولات الاوروبيه، كذلك ثم اسم من فريق افريقي كان لعب حتى في سباق رابطه الابطال الافريقيه الموسم الفارط اسلام، والاتصالات قاعده موجوده في انتظار معناها حتى الاتفاق على الجوانب الماليه يمكن موجوده زاد اسلام في انتظار البت النهائي، خاصه مع النظر مع معناها حاجيات الفريق نشوفوا لي بوست شكون الملاعبيه اللي باش يقعدوا شكون الملاعبيه اللي باش يخرجوا معناها بعد تالي يقع معناها صفه نهائيه تحديد معناها المراكز اللي باش يقع ولا حتى الملاعبيه اللي باش ينتدبهم النادي الرياضي الساقسي اسلام. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل بوجناح على كل هذه التفاصيل. وزينا مكملين في بلاي حتى للخمسة متاع العشية، موزيكا شانج وبعد